عندك السوق وتتبع أسعار مختلف المواد الغذائية والفلاحية لردع الزيادات غير المبررة للأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار. في هذا الإطار قام أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة بعلم ليلى يوم 29 سبتمبر 2021 وبالتنسيق مع الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعلم ليلى بعملية نوعية أسفرت عن حجز أزيد من 12000 قنطار من مادة البطاطا كانت مخزنة على مستوى غرفة تبريد وسط مدينة علم ليلى موجهة للمضاربة وبقيمة مالية إجمالية قدرت ب 10 ملايير و 800 مليون سنتيم. بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتعامل الاقتصادي المعني تم التنسيق مع مديرية أملاك الدولة والمصالح الفلاحية من أجل بيع المنتوج موضوع الحجز لتموين السوق المحلية وكسر أسعار البطاطا. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك حنايا تطبيقا للتعليمات الصارمة صادرة عن وزير التجارة بغيت محاربة يعني إشكال المضاربة. كما تعلمون هذه المضاربة التي تنخر الاقتصاد الوطني وتمس بالدرجة الأولى جيب المواطن، ولهذا نحن في الميدان نقوم بالكشف عن هذه الممارسات الغير منافية ومحاربة هؤلاء الأشخاص الذين يريدون المس بالقدرة الشرائية للمواطن. كما تعلمون احنا كانت عندنا معلومات مسبقة لهذه المخازن، نسقنا بالدرجة الأولى وهم مشكورين مصالح الدرك الوطني وتحت إشراف المباشر لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين منيلة بمداهمة هذه المخازن، وقمنا بحجز كمية تقدر بحوالي 12000 قنطار وهي كمية كبيرة جدا كما تعلمون في لمادة البطاطا. وكما تعلمون يعني في هذه الأونة الأخيرة لاحظنا ارتفاع للأسعار لمادة البطاطا وهي مادة أساسية للمواطن ومادة ضرورية للعائلة الجزائرية، والأشخاص هذو يريدون يعني المضاربة في هذه المادة للمحافظة على ارتفاع الأسعار تاعها، ولهذا احنا قمنا بحجز هذه المادة وسيتم إرجاعها إلى السوق، سيتم استرجاعها للسوق لكسر نوعا ما للأسعار.